تتواصل بطولة مصر 17 لمسابقة فيرست ليجو والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع إحدى المؤسسات، وتمتد البطولة على مدار 3 أيام بمشاركة 100 فريق مكونين من 1000 طالب من 16 محافظة، كما يشارك بالتحكيم 60 حكما من الأساتذة الجامعيين والمهندسين المتخصصين. احنا النهارده اول يوم في مسابقه فيرست ليجو ليج للسينيورز، للولاد الكبار، والمسابقه ديت احنا بنعملها في المكتبه من سنه 2006، وحقيقه احنا بنفخر ان احنا بنتعاون مع شركاء كتير، منهم تكنو فيوتشر، وزاره التربيه والتعليم، ويعني بيهمنا جدا جدا ان احنا نستقبل الولاد في الثلاث ايام دول، سواء في مسابقه السينيور او مسابقه الجونيور اللي هي كانت من شهر فات. جاي النهارده في مسابقه الاف ال ال، المسابقه دي عباره عن ان احنا بنلاقي مشاكل ونلاقي حلها، وده جزء منها. الجزء الثاني ان احنا بنعمل روبوت ونحاول نعمل شويه ميشنز على الجراوند، وكل ما نخلص ميشنز كل ما ناخد بوينتس اكتر. المسابقه عموما المفروض ان هي مسابقه عالميه، من اعتقد ان هي من احسن روبوتكس كومبيتيشن على مستوى العالم، معموله اكتر من دوله في حوالينا العالم، وطبعا هنا ده البطولة الجمهورية اللي هنا في مصر، التصفيات.